مشاهدينا الكرام في البث المباشر من امام مسجد الشهيد علي العباسي في بلده سلوان، والذي استشهد يوم امس بعد مواجهات اندلعت في بلده العيسويه. نشاهد الان في بلده سلوان، ونشاهد الان قوات الاحتلال تتواجد امام خيمه العزاء الشهيد علي العباسي، يقومون بتصوير بيت العزاء او خيمه العزاء. اذا ايضا تتواجد مركبه قوات الاحتلال مع افراد منها، ويقومون بتصوير المنطقه وحتى تصويرنا كطواقم صحفيه. إذا بعد تصوير خيمة العزاء وأيضا المتواجدين هنا، الآن نشاهد انسحاب قوات الاحتلال من المكان. إذا من أمام خيمة عزاء الشهيد علي العباسي الذي استشهد الليلة الماضية في بلدة سلوان بعد اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، وأيضا استشهد هو وأيضا الشاب عبد الرحمن فرج برصاص الاحتلال. أشير أن بارتقائهم يرتفع عدد الشهداء في مدينة القدس فقط منذ بداية معركة طوفان الأقصى إلى 6 شهداء فقط من مدينة القدس. 2 منهم من مخيم قلنديا، وآخر من بلدة الرام، وشهيد من قرية بيت عنان من ضواحي مدينة القدس، والليلة الماضية استشهاد شابين من بلدة العيسوية، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. إثر اندلاع المواجهات في المكان باستخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاه الشبان، مدت إلى ارتقاء شابان ووقوع أيضا إصابات في المكان، بالإضافة إلى ما قامت به قوات الاحتلال من استخدام القنابل الغازية، وهناك أيضا إصابات بسرق الغاز بين منازل المقدسيين. أشير أن قوات الاحتلال كانت بعد حجز جثامين الشهداء قامت باقتحام منازل أهالي الشهداء أو الشهيدين هنا في بلدة سلوان. على ما يبدو أن وصول أيضا مجموعة من المعزيين لمواساة عائلة الشهيد علي العباسي. سنحاول إذا النزول إلى خيمة العزاء. جزاكم الله أجركم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام نتابع هذا البث المباشر من خيمة عزاء الشهيد علي العباسي هنا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في البلدة، استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي ليصيب الشهيدين، واستشهد الشهيد علي العباسي وأيضا الشاب عبد الرحمن فرج هنا في بلدة سلوان. نحن الآن متواجدين في خيمة عزاء الشهيد علي العباسي،
نشاهد أهالي الشهيد يتواجدون هنا في خيمة العزاء. حاولنا الحديث مع والدته ولكن كانت في وضع مؤلم، حالة من الصدمة بعدما نفذه الاحتلال بحق نجلها الليلة الماضية. أشير أن جثمان الشهداء ما زالوا محتجزين لدار الاحتلال، وبحسب شهود عيان قالوا بأن الشهيدين كانوا قد أصيبا خلال المواجهات، والاحتلال منع سيارات الإسعاف بالوصول إليها أو تلقي العلاج أكثر من ساعة، وهما على الأرض لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهما حتى أعلن عن استشهادهما في المكان واحتجازهما من قبل قوات الاحتلال. لأن قبل قليل شفنا في هذا البث المباشر قوات الاحتلال قامت بتصوير خيمة العزاء، ومن ثم انسحبت من المكان. إذا سنحاول الحديث مع شقيق الشهيد. يعني عن تفاصيل ما حصل من انتهاكات بحق المقدسيين وبحق الشهيد واحتجاز جثمان، وحتى هذه العائلة لا تعلم أي شيء عن الجثمان. معنا هنا شقيق الشهيد علي العباسي، معنا هنا عبد الرحيم العباسي. السلام عليكم، يعطيك العافية وعظ الله أجركم. في البداية يعني سمعنا ما حصل يوم أمس من إعلان استشهاد شقيقك، خبرنا عن تفاصيل ما حصل، ما يعني كيف عرفتم بتفاصيل ما حصل منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة؟ منذ الليلة الماضية قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة سلوان وأطلقت الرصاص الحي بكثافة على الشبان المتواجدين في بلدة سلوان، مما أدى إلى إصابة أخوي علي خليل عبد الرحيم العباسي وصديقه من عائلة فرج، وتم تركهم لأكثر من ساعة ونص ينزفوا ومنعوا الإسعافات إنها تطلع لهم، وتم هم متواجدين فوق رؤوس الشهيدين حتى نزفوا جميعهم، وأن الناس كلها تشافت الدم
اللي كان نازف على درج البيت، هو بيت لجيراننا. فلا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. ومن ثم بعد تقريبا ساعة ونص لدخلوا الإسعاف، مع أنه أجت إسعاف عربية وتقدمت وكانت بعيدة فقط عن الشهيدين إسعافهم، إلا أنهم رفضوا رفض بندقيات بوجه الطواقم الإسعاف، وهددوهم بالقتل إذا ما رجعوا للخلف. فرجعت سيارة الإسعاف أبعدت أمطار بعيدة عن الشهداء وهم بنزفوا، والإسعاف الإسرائيلية كانت موجودة أيضا خلال ربع ساعة حوالين الشهداء، ولكن قوات الاحتلال كانت بكثافة كبيرة ومنعت، حتى هم طلبوا منهم ما ينزلوا للشهداء وقعدوا يمزقوا لهم أواعيهم، شلحوهم أواعيهم ونكلوا فيهم. حتى بالنهاية بعد ساعة ونص من إخراجهم سحبوهم من إجريهم على الأدراج، روسهم بتخبط الأدراج، والحمد لله رب العالمين. أنا أخوي شهيد، نعتز ونفتخر بهذا الوسام الرباني. رب الكون يكون طالب إنسان بطلبه باسمه وبطلبه بشخصه، فربنا لما بطلب أي شخص بده ياخده عنده، احنا بنعتز وبنفتخر بهي الشهادة لأخوي، والحمد لله رب العالمين. ونصدق الآية القرآنية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والحمد لله رب العالمين. الله العظيم ربنا يرحمه ويقبله شهيدا فعليين. يعني أيضا يعني الآن ما وضع جثمان؟ هل وصلكم أي أخبار عن الجثمان أو تسليم الجثمان؟ سلطات الاحتلال لم تبلغنا بأياتها شيء عن أخوي أبدا منذ أمس، ونحن ننتظر استلام جثمان أخوي لنقوم بمراسم الدفن كرام الميت دفنه. ننتظر حتى الآن إنهم يبلغونا أو إن إحنا نسلم أخونا لنقوم بواجب الدفن، نقوم بواجب العزاء، ورحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا الأبرار. أيضا بعد احتجاز الجثمان بحسب ما وردنا أن القوات حتى أيضا اقتحمت منازل عائلاتكم، عائلة الشهيدين فحليا في سلوان، تكلمنا عن تفاصيل ما حصل بعد ذلك. أي نعم، قوات الاحتلال اقتحمت أمس قرابة الساعة 1:30 بالليل بيتنا، وقامت بإطلاق الغاز بكثافة كبيرة على الناس المتواجدة في البيت وعلينا، والحمد لله رب العالمين. أداة الاحتلال هي أداة وحشية، وإحنا بنعلم هذا الإشي والجميع بيعلم هذا الإشي في فلسطين، بأنه الاحتلال هو احتلال وحشي، احتلال بيأكل وبيوضع بشعبنا، وإحنا ناس بالنهاية ناس عزل، لأنهم هم يطلقوا الرصاص بالكثافة اللي أطلقوها امبارح ويقتلوا الشباب والأطفال والنساء بهاي الطريقة، ويطلقوا القنابل الغاز والمطاطية على البيوت الآمنة وعلى السكان اللي داخل في اللي بمنازلها. هذا عمل إجرامي، هذا تنكيل بالمواطنين، هذا تطهير عرقي للمواطنين، ولا يسعنا أن نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. شقيق الشهيد عبد الرحيم عباسي، شكرا لتواجدك معنا وعظم أجركم. يعني إذا هذا ما نشاهده اليوم من انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين، استخدام الرصاص الحي باتجاههم. أيضا لم يكتفي باحتجاز الجثمان أو تركه حتى دون أن يتم تقديم الإسعاف إليه وهو مصاب قبل أن يتم إعلان استشهاده، أيضا قوات الاحتلال اقتحمت منازل الشهيدين، بدأت بعملية الاعتداء على عائلاتهم، وأيضا قامت باستخدام القنابل الغازية والرصاص الخطي تجاه الجثمان. هناك عدة إصابات قد أعلن عنها الليلة الماضية باستنشاق الغاز وأيضا بالرصاص المطاطي. ما نشاهده من انتهاكات هنا جنوب المسجد الأقصى المبارك تحديدا في التي تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، استهدفها الاحتلال بشكل واسع، خاصة أن بين منازل المقدسيين هناك بؤر استيطانية
الذين أيضا يعانون منها المقدسيين باعتداءات المستوطنين المستمرة على منازلهم، مثل ما شهدنا أيضا الليلة الماضية كان هنا في بلدة سلوان أو حتى في بلدة الطور، حيث المستوطنين باعتداء على المقدسيين خاصة في داخل من المستوطنين الذين يقتلون في بؤر استيطانية بين منازل المقدسيين. إذا كنا معكم في هذا البث المباشر من أمام خيمة عزاء الشهيد علي العباسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.